عندي عام نستنى في تابلت نجم نحكي عليها وانا فرحان. تابلت تقدم معيار قيمة مقابل السعر محترم. في تونس عنا طبقية كبيرة في سوق اللوحات، يا تصرف برشا وتاخذ حاجة مستوى عالي، يا تشري حاجة رخيصة وماكش مقتنع به. لين جاتنا نوكيا تي 20. انا واحد من الناس عمري ما كنت نتصور اللي باش يجي نهار ونوكيا تشكب على الناس الكل بسبب الحياة. نقدم لكم اول تابلت من نوكيا، هذه التي 20 اللي باش نشارككم تجربتي الكامله معها مع ضيف خاص زيادة. لكن اذا باش تاخذ فكره كامله من المستحسن انك تتفرج للاخر، خاصه كي تعرف اللي التابلت هذه تسوى 699 دينار، وكان تقارنها مع تابلت الاغلى منها ب 200 دينار باش تلقيها تتفوق عليها تقريبا في كل شيء. الحاجة هذو باش نكتشفوهم بعد ما ناخذوا راي تيك يوتيوبر واحد اخر اللي بجاوبنا على السؤال المهم في الفيديو، يندرى التابلت هذه مناسبه للصغار ولا لا. نايزان فهم ثلاثة حاجات يخليوني ناخد تابلت. أولا نتفرج في يوتيوب كيد، ثانيا باش نلعب، وثالثا باش نتعلم. بإشني أكثر حاجة تقلقك تستعمل تابلت؟ كنت تحشارج. باهي تحشارج تحطها في البريز وأنا نستناه. تابلت هذية شنو اللي عجبك فيها أول حاجة وأنت تلعب؟ ما قلقتكش؟ الشارج. الحاجة الثانية رونا حكيت لي عليها قبيلي عجبتك في التابلت هذي اللي هي؟ خفيفة. باهي خفيفة 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 معناتها خفيفة هكا في الوزن؟ لا. مالها شنو؟ خفيفة. بس حاول تفسرين نعرف ليه صعيبة. خفيفة في اليوتيوب. باه مثلا ايه قلقتك؟ لا. واضح بهالي وصلت معلومة. صعيب شوية رانا باش نفسر حاجة كيما هكي، كتفر صغير ما جمش شارك تجربته بدقة. بالنسبة انا اللي يهمني انه هو ما تقلقش منه. فما حاجة اخرى عجبتك؟ الصوت قوي. يعني كي تفرجت في يوتيوب كيدز ما حسيتش هكا الصوت ضعيف وقلقك اما جيس ما يزمكش تغطي على هذوم هكا ولا حاولت باش نعطيكم تجربة تيك يوتيوبر صغرون. تحب تولي يوتيوبر انت كي خالك ولا اختانا؟ يجي نعطيكم ثلاثة حاجات تخليوك تشري التي 20. اما قبل هذا يعطيك الصحة اللي وصلت معنا لحد هنا في الفيديو، هذا دليل اللي انت مستمتع. مالا اشترك في القناة واللي فرد في العائلة الفمكرية. اذا انت مشترك انزل على زر اللايك، ما عندكم حتى فكرة دعمكم قديش يفرحني وخليني ننتج اكثر. سينو نعاودوا نبطلوا ونضربوا لها كونجي شهرين. وما تنساش راك بهذا كله تشجع في ود بلادك. نتصور مغلب المشاهدين ما عندهمش فكره على شكل الاندرويد الاصل، الاندرويد اللي عملته جوجل واللي احنا نسميوه الاندرويد الخام، بما انه كل شركه تحط بصمتها على نظام الاندرويد باش هكا تميز نفسها من البقيه. نقدم لكم الاندرويد 1، نسخه خفيفه من اندرويد هواتف جوجل. باش تسالوني اي شنو الفوائد؟ هما برشا واليكم اهمهم. اولا واجهه بسيطه بدون اضافات، حاجات اللي ممكن ما تستحقهمش واللي تكون ثقل اللي نجم ياثر على تجربه الاستخدام، خاصه في الفئه السعريه ذي المعالجات تكون متواضعه، فمن المستحسن يكون عندنا سوفت وير خفيف. ثانيا دعم تحديثات السوفت وير لسنتين وتحديثات السكيورتي لثلاث سنوات. وعلى فكره من الصندوق تجي باندرويد 11، المنافس المباشر يجيب اندرويد 9. كيما حكى هارون قبيلي فانه التي 20 تمتاز باداء جيد، ساهم فيه السوفت وير اما مش وحده، الرام ومساحه التخزين وبالطبيعه المعالج اللي على تطبيق الانتوتو بنشمارك يعطيك ضعف ارقام المنافسين. على ارض الواقع تجربه سلسه لاي شخص متعود على تليفون في الفئه الاقتصاديه، وممكن تحس تابلت هذيا اخف اصلا. اذا باش تتسالوا على اداء الالعاب يزنكم تعرفوا انها مناسبه للالعاب الخفيفه، مش ببجي وكول اوف ديوتي وجودك. حاجه اخرى حكى عليها هارون البطارية، واللي هي أكثر حاجة فاجأتني في تي 20 وأظن فيها أوبتمايزيشن. أصلاً قريت اللي البلوتوث فيها نسخة الـ 5.0 LE AKA Low Energy Consumption، معناتها اقتصادية، الحاجة اللي تخلي الاستهلاك ضعيف وبالتالي مدة استخدامها طول. إذا باش تستعملها للبرودكتيفيتي والمولتي ميديا يومياً نجم نأكد لك اللي تكمل معك النهار بالمرتاح. وهذا بونوس صغير على حاجات تحفونا عجبت. أولاً تصميم معدني متين، ثانياً شاشة IPS LCD 2K وقت المنافسين يقدموا في شاشات TFT وبسطوع 400 نتس واللي هو أقوى شوية من أغلبية شاشات الحواسيب المحمولة في تونس، وزيد ماخذة سيرتيفيكيشن على الحماية من الإضاءة الزرقاء يعني أقل مضر للعينين، والتي 20 IP52 يعني كانت تطش لك كيكة ما يصير لها شيء. فيها مكان شريحة نانو سيم، تابلت هذه 4G ومنفذ الشحن USB Type-C. علاش ركزت على الحاجة هذية؟ لأنه ببساطة معظم التابلتات اللي موجودين عندنا قبل ما فيهمش المميزات هذوما الكل فرد وقت. لكن كالعادة ما فما حتى شيء مثالي، يجي نعطيكم ثلاثة حاجات اللي فقدتهم في تجربتي مع التي 20. للأسف التي 20 موجود بلون واحد. تمنيت الشحن يكون أسرع من 15 واط،
بطارية عملاقة يلزمها شاحن أسرع. آخر حاجة هي غياب دعم الـ HD على نتفليكس. إذا الحاجة هذو ما قلقوكش جاوك أحلى جاو. إذا أنت وليد تحب تشري تابلت لصغيرك، ولا أنت طالب تحب هكا تنظم أمورك على تابلت، ولا أي شخص يحب يتفرج على شاشة أكبر وتحب تجربة استخدام مستقرة، ماكش بتلقى أحسن من T20 في الفئة الاقتصادية. هيك علاش نعطيها لقب لوحة القيمة مقابل السعر تحت 1000 دينار. فهل من المنافس؟ تحية كبيرة برشا مني ليكم على خاطر وصلتوا للمرحلة هذه من الفيديو. بتبيع إذا عجبتك ما تنسيش بتشاركها مع أصحابك، وعنا برشا فيديوهات هنا، مثلا من هنا موضوع زيادات الأسعار في تونس، ولا من هنا إذا تحب تتعرف على نظام الأندرويد الجديد، وبرشا حاجة أخرى. عمل طلب ماكش بتنت. نتقابلوا مرة جاية. باي باي.